والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، دققوا معي ايها الاحبه. هذا الدعاء نوع من الناس على درجه عاليه من التقوى والتوبه الى الله. يعني يكثرون من التوبه الى الله، يتوبون الى الله، يعملون الصالحات. الله قال في حقهم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الغرفة مكان عالية من الجنة الله أعلم بها ويلقون فيها تحية وسلامة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هذا الدعاء أيها الأحبة أنا أتمنى من كل أخ كثير من الأسئلة تأتيني لا يشعر بالسعاده في حياته كثير من الاحبه تعسر زواجهم من الشباب او البنات علمنا دعاء ندعو به طبعا الدعاء ايها الاحبه وقال ربكم ادعوني استجب لكم الدعاء مهم جدا صحيح كل شيء مكتوب ولكن حتى الدعاء هو من الاشياء المكتوبه يجعله الله سببا ليرزقك بزوجه صالحه يجعل لك او يهيئ لك او يلهمك الدعاء الصحيح هي اسباب ايها الاحبه لذلك ارجو ان تحفظوا هذه الايه هذه من اواخر سوره الفرقان دعاء المتقين يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا يعني من الزوجه والاولاد الذريات اي الاولاد هل هناك اجمل من الانسان ايها الاحبه بعدما يتزوج ان يشعر بالاستقرار عندما ينظر الى الزوجه تقر عينه ينظر الى هؤلاء الاولاد الصالحين المطيعين البارين بابويهم تقر عينه قره اعين قرة العين يعني أيها الأحبة تشمل المعاني الكثيرة من الفرح والسرور والسعادة والطمأنينة و وال... ال... يعني تشعر بمحبة هؤلاء لك أيضا هذا نوع من قرة العين أن تشعر بمحبة الزوجة والذرية وذرياتنا وذري... يعني حتى أولادك وأولاد أولادك ليس فقط الأولاد على فكرة يعني والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما هناك شرط احبتي في الله لتحقيق هذا الدعاء ان تكون من المتقين ان تكون يعني انت مثال للمتقين هذا هذا نوع عالي جدا نوع عالي جدا نحن نقتدي بالمتقين أما أن نكون نحن قدوة للمتقين هذه مرحلة عالية الله أمرنا أن نسألها إياه سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما أي أن نكون يعني نقتدي بالمتقين نقتدي بهم ونكون قدوة لهم انظروا إلى هذه المعادلة المزدوجة يعني أن تكون أنت مثالا نموذجا صالحا رائعا للذي يريد أن يتقي الله يقتدي بك يقتدي بسلوكك إذا حتى تحصل على قرة العين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إذا يجب أن تحقق الشرط الثاني وجعلنا للمتقين إماما لا يكفي العمل الصالح أن تذهب وتأكل الربا ثم تدعو بهذا الدعاء لن تستفيد شيئا أن تؤذي جارك أو تؤذي إنسانا بريئا لن ينفعك هذا الدعاء ولن ينفعك القرآن كله لو قرأته كل يوم. أن تأكل أموال الناس بالباطل لن تستفيد شيئا، إذا ينبغي أن تكون مثالا رائعا صالحا للمتقين لكي يرزقك الله قرة أعين من الزوجة والأولاد. هذا في الدنيا في الآخرة اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، اذا القضية تحتاج إلى صبر أيها الأحبة، نحن قلنا إن الصبر ضياء. أسهل عمل وأثقل عمل في الميزان وأكثر عمل له قيمة تأخذه معك إلى قبرك هو الصبر أيها الأحبة. الصبر هو العمل الذي يعفيك من المحاسبة، تأملوا معي يعني جيدا. الصلاة تحاسب عليها الصيام تحاسب عليه وتأخذ حقك كاملا كل كل درهم أو قرش أو دينار اكتسبته وأنفقته ستسأل عنه فيما اكتسبته وفيما أنفقته كل ثانية من وقتك ستسأل عنها إلا الصابر سبحان الله الذي كانت بضاعته هي الصبر لا يُسأل عن شيء إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، من دون حساب تدخل الجنه. سلام عليكم ادخلوا الجنه بما صبرتم. اذا ايها الاحبه الصبر شيء عظيم جدا، لذلك الله ماذا قال؟ اولئك يجزون الغرفه بما ماذا؟ بما جمعوا من المال، لا بما جمعوا من العلم والشهادات والعقارات والاموال والاولاد لا لا كل هذا ستتركه خلفك. اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلامه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا منهم ايها الاحبه اي شيء اجمل من ان تغادر هذه الدنيا الى حياه ما وراء البرزخ المليئه بالاطمئنان، المليئه برحمه، لان ان ان تلتقي مع الملائكه. هل تريد شيئا منها من البشر بعد ذلك، بعد ان تلتقي مع الملائكه الكرام؟ لذلك ايها الاحبه عليكم بهذا الدعاء وبالتقوى وبالصبر. رجاء احفظوه. وكرره عسى أن, أن نلقى الله وفي قلوبنا شيء من كلامه يعني يكفي أن عقولنا الآن وبخاصة الشباب امتلأت تضج تضج هذه العقول بالكلام الفارغ والأخبار الفنية والأخبار الاقتصادية واجتماعية وكذا وكذا العقول تضج بأشياء فارغة لن تنفعك بشيء أمام الله احفظوا مثل هذه الآيات وكرروها عسى أن نلقى الله إذا متنا أن تكون نورا لنا في قبرنا الله تعالى قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته